متتبعي قناة أنفاس باريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي غنناقشوا فيه واحد المشكل كاين في مدينة الدار البيضاء، هو المتعلق بهذيك القبة تاع الكرة الأرضية اللي وسط مدينة الدار البيضاء. فاش تلقات الكرة الأرضية أو قبة الكرة الأرضية في مدينة الدار البيضاء اللي تطلق على البيضاويين مجموعة من الألقاب كالنفطة كهذا، يعني البعض اعتقد بأن يعني حال الوقت باش نديروا واحد المشروع اللي كان شحال هذه، هو المشروع المتعلق بأن هذه الكرة الأرضية يتحول الدور ديالها بعود، أن يعني الإنسان ما يهود من تحت النفق. غنفكروا بأن السيارات اللي هي اللي خصها تدوز من تحت النفق اللي تربط الجيش الملكي بالمنطقه الاخرى بالدفاع الاخرى، ولكن هذا الشيء ما تحققش والمشروع رجع للسابقي عادي. الامر اللي دابا الان مجموعه من السكان تاع الدار البيضاء او حتى الزوار ديالها تيرفضوا انهم يدوزوا من النفق، يعني نقصوا ذاك السياج اللي كاين على مستوى الشوارع اللي كاين تما كاين. علاش هذا المشروع ما خرجش الوجود، وعلاش يعني ما تمش يعني اعاده تهيئه تاع المشروع تاع قبة الكرة الأرضية؟ من أجل مناقشة القضية دي نستضيف السي سعيد الصبيطي، عضو مجلس مقاطعة سيدي بليوت، وهو واحد من قيدومي المنتخبين مدينة الدار البيضاء، على اعتبار أنه كان عضو في مجموعة الحضرية قبل دخول نظام وحدة المدينة، وأيضا كان عضوا في نظام وحدة المدينة سواء في أو في تجربتي ديال السي سجيد كعمدة مدينة الدار البيضاء. السي سعيد الصبيطي مرحبا بك. شكرا السي أحمد على الاستضافة، شكرا، سعيد بالتواجد ديالي معكم. سي سعيد الصبيطي، هذاك القبة تاع الكرة الأرضية اللي معروفة بالكرة الأرضية مدينة الدار البيضاء اللي تعرفوها بيضاوة وتعرفوا أيضا الزوار تاع مدينة الدار البيضاء، يعني البعض تيقول بأن هذاك المشروع تاع القبة الكرة الأرضية كان يتم استغلاله في إطار آخر، هو أن السيارات هي اللي تدوز من التحت والناس يدوزوا من الفوق، على اعتبار أن يكون واحد النفق كبير من الجيش الملكي إلى المنطقة الأخرى، وهذه تكون واحد الساحة عمومية يشوفها البيضاوة ويشوفها الزوار تاع البيضاوة، تولي أكبر ساحة في المغرب ولمالا في افريقيا. علاش ما مشاش هذا المشروع بهذا التوجه؟ نعم، شكرا. فعلا هذا الفكره هي اللي كانت رائده، واتذكر في المساله هذه سنه 2000 تقريبا لما كان نظام ديال المجموعه الحضاريه، وانا ذاك كنت في المكتب ديال جماعه سيدي بليوط انا ذاك، ودارت الدراسه لدى المجموعه الحضاريه، دارت دراسه واتذكر انه كان عرض ديال واحد الشركه عالميه، شركه دوليه، على اساس انها تقوم بهذا المشروع، وهو ان السيارات يدوزوا من تحت، بمعنى ان شارع الجيش الملكي يتربط في هذيك الساحه تمايا، يتربط من وسط تحت يكون نفق تمايا، وعلى اساس ان كما قلتي يكونوا الراجلين، يكون ديك الساحه ساحه خاصه بالراجلين. يعني هذا المشروع طرح بالنسبه هذا اتذكر انه تطرح سنه 2000 تقريبا. واش طرح عند المجموعه الحضريه ولا عند الجماعه تاع سيدي بليوط؟ عند المجموعه الحضريه ديك الساعه، ما كانتش جماعه الدار البيضاء، كانت المجموعه الحضريه، وكانوا جماعه سيدي بليوط، بحكم ان التواجد ديال هذاك جا عندكم ميل جا في سيدي بليوط، وان الرئيس انذاك كان اللي هو سعد العباسي، كان ديك الساعه هو رئيس ديال جماعه سيدي بليوط ورئيس المجموعه الحضاريه، وجات شركه دوليه كما قلت انها طرحات هذا، وكانت غادي كاينه الدراسه كاينه كل شيء. اتساءل كيفاش الجامعه الحضاريه انها ما خذتش هذيك الدراسه اللي دارت في سابقا وتعاود تطرحها يعني الدراسه موجوده، كان على مجلس المدينه اللي جا من بعد، يعني الجماعه الحضريه مجلس المدينه تاع سجيدي فعلت الدراسه. نعم، انها وكما قلت انه كانت تغلق عده سنوات تغلق، وراك شتي ما بعدك الغلق والمشاكل ديالو، كان في هذاك اللحظه انه نديروا الدراسه ديالنا، واللي دار النفق ديال شارع الجيش الملكي او شارع الموحدين كان هذا حتى هو تطرح في هذيك الساعه، ربما غادي يدير واحد السولاجمون لان لا يعقل. ولكن الناس علاش شو انت يعني كنتي عضو في مجلس مدينه الدار البيضاء في 2003 حتى 2009 ربما، ياك علاش ما تمش طرح تطرح هذا الملف من جديد؟ انا بالفعل في المجلس ديال السي سجيد كنت كعضو ديال المجلس، ولكن لم اكن عضو في المكتب ولا هذا، اللي تطرح عده افكار داخل المجلس، ولكن غالبا ما كتطرحش ما بقاش تطرح في ايامات سي سجيد. لا ابدا ابدا ما تطرح شيء، وكان انه يتخذ بالاعتبار، خصوصا ان المشاكل اللي تنعرفوا الان ان الناس اصبحت لا تطيق انها تدوز من الباساج تحت، بحيث انه واخا داروا لهم حواجز
ان المواطن اصبح تينقز هذوك الحواجز باش يمشي يعني للجهه الاخرى. الناس رفضوا الحال حاليا رفضوا انهم يدوزوا من تحت النفق فعلا لانه تجيه اقرب مسافه تيختار اقرب مسافه ما تيمشيش تحت. بالنسبه لك انت واش باقي تشوف ان المشروع عنده جدوى حاليا؟ بالفعل بالفعل لان تنشوفوا ما يقع وسط المدينه والاكتظار اللي كاين اختناق المرور اختناق المروري انه حان الوقت انه نعاودوا هذيك الدراسه، نشوفوا هذيك الدراسه القديمه ونعاودوا الدراسه الجديده على اساس انه يكون هذا اللي غادي يسولاجي هذوك اصحاب السيارات وما غادي يبقاش هذا الاختناق اللي كاين دابا مع خصوصا مع الاشغال اللي كاينه دابا وهذا راه اصبحت لا تطاق السير والجولان داخل وسط المدينه. من خلال هذا الموضوع نمشيو لوسط المدينه الدار البيضاء، اي مدينه يعني في العالم الوسط ديالها تكون هو المرآس ديالها لانه هو واحد القلب تاع سواء السكان تاع المدينه يعني او الزوار تاع المدينه. وسط مدينه الدار البيضاء رغم المشاريع اللي دابا دارت فيه رغم الاستثمارات اللي تدار فيه ولكن ما كاين شي مشكل كاين شي اختلال. شنو هو المشكل اللي واقع في وسط المدينه؟ نقول لك انا بصفتي كعضو ديال مجلس مقاطعه سيدي بليوت ومقاطعه سيدي بليوت تعتبر القلب النابض ديال مدينه الدار البيضاء وهي الوسط ديال مدينه الدار البيضاء. كيعبر احد العمال اللي كنا تكلمنا معاه سابقا انه الصالون ديال الدار البيضاء الصالون ديال الدار البيضاء انه انا شخصيا اخجل انه نقول بانه هذا الوسط المدينه يكون بهذا الشكل اللي فيه الان. اولا الاشغال اللي ما منظمه شيء الاختناق اللي كاين كذلك الباعه المتجولين اللي محتلين جميع المناطق ديال وسط المدينه انه تنظن انه حان الوقت انه باش نعاودوا الاعتبار الوسط المدينه المدينه الدار البيضاء بصفه عامه والوسط المدينه فيما يخص هذه المساله هذه لانه اصبحت لا تطاق والزوار كزائر كزائر للدار البيضاء تيجي انه انا شخصيا كعود تنخجل انه نقول ان هذا الوسط المدينه يكون بهذا الشكل اللي عليه. انتم مستحضرين شي في مقاطعه سيدي بلوط مستحضرين هذه المشاكل اللي تعرفوا وسط المدينه؟ بكل صراحه بكل صراحه انا شخصيا وتترافعوا عليها اطرحها واترافع عن ذلك في كل وقت وحين ولكن هناك المطبطات اللي هي اللي هي انه من داخل المجلس هناك بعض الناس اللي لا يقبلون الاجتهاد وتيقول لك هذا المشكل عمر طويلا ولا يمكن حله بحيث انه ما كاينش مشكل ما كاينش شي مشكل اللي ما تيمكنش يتحل. اي مشكل تيمكن نلقاو ليه الحل الا جلسنا للطاوله. انه انا ناقشت مع عده مسؤولين داخل مقاطعه سيدي بليوت وداخل العماله وتيقول لك انه هذا مشاكل لا يمكن حلها. ما يمكنش. لماذا نحن؟ لماذا هذاك المسؤول كاين؟ لماذا تتحمل المسؤوليه؟ تتحمل المسؤوليه باش تحل هذه المشاكل. نعم نعم ما غنلقاوش حلول 100% ولكن الا لقينا 60% و 70% تنقولوا اننا غنطمحوا مستقبلا ل 100%. هذا مشكل انا شخصيا يؤرقني ولكن تشوف ان فتح واحد المناطق اخرى مثلا اللي اخذنا منطقه المسيره هي اللي اثرت شويه او شارع المسيره هي اللي اثرت شويه على وسط مدينه الدار البيضاء. هذيك الحركه التجاريه اللي كانت في هذيك المنطقه تاع وسط المدينه انتقلت الى مناطق اخرى هو اللي الامر اللي خلاها شويه لا اظن ذلك. تراجع الدار البيضاء الدار البيضاء الفئات ديالها اللي كاينين انها ما بقاش الدار البيضاء اللي كانت السابق ولكن وسط المدينه تبقى دائما المكانه ديالو عند الناس تبقى دائما هي بالفعل انه هناك مناطق اخرى لا في المعاريف ولا في دير السلطان ولا هذا ولكن تبقى دائما وسط المدينه. لابد اي زائر لابد ما يزور وسط المدينه ولابد هذوك الامكانيات اللي كاينه وهذا راه باقا يجب تحسينها يجب تجويدها من طرف المسؤولين. مؤخرا مجلس مدينه الدار البيضاء خذ واحد المقرر تاع انه ارفع من المختص المالي تاع المقاطعات. بالنسبه لكم انتم سيدي بليوط كيفاش فعلتوا مع هذا الامر خاصه ان يعني رفع المختص المالي تاع سيدي مومان تاع البرنوصي حي الحسني ولكن سيدي بليوط انتم على اطلاع بذلك وباقي حنا يلاه في طور غندخلوا للسنه الماليه وغادي نناقشوا هذا الموضوع يعني يلاه كاين الاقتراحات توضعات داخل مجلس المدينه وغادي ترفع لنا كمجلس مقاطعه سيدي بليوط. انا شخصيا كعضو ديال مجلس مقاطعه سيدي بليوط وترافعت على المخصص المالي منذ مده ملي كان 7 مليون ديال الدرهم الى ان اصبح دابا الان 3 المليار تقريبا ديال السنتيم. لا يعقل انا تنقول انه هناك حيف بالنسبه لسيدي بليوط. لا يعقل حيف انها وسط المدينه كما قلنا
ومشاو بهذا المخصص اللي قلتي بالنسبه للمقاطعات الاخرين مشاو على عدد السكان، وهي لا يعقل ان مقاطعه سيدي بليوت تنقول انا شخصيا من وجهه نظري انها تفوق جميع المقاطعات. لماذا؟ لان اي زائر الدار البيضاء لا بد وانه يمر بوسط المدينه. اذا كان عدد السكان هو تقريبا 180 الف نسمة، فلي تزوروا تقريبا 2 مليون يوميا يعني وسط المدينة. وسط المدينة لأن هذا نقولوا مقاطعات أخرين إلى نسميهم دورتوار تيمشي ينام هذا، ولكن الأغراض ديالو داكشي كلها تيقضيها وسط المدينة. وبالتالي يجب أن يرفع المخصص ديال مقاطعة سيدي بليوط. هذا من جهة. من جهة أخرى المداخيل، إذا هضرنا على المداخيل كان دائما سيدي بليوط هي الأولى في المداخيل، بحيث ملي كانت جامعة سيدي بليوط كانت تدير فائض تقريبا ديال 11 مليار في السنة. الآن أصبحت كباقي المقاطعات، لا يعقل بالمداخيل ديالها، بالسكان ديالها، بالضرائب ديالها، بهذا يجب أن تكون متميزة على المقاطعات الأخرين. فهذا حيف أنا أعتبره، ويجب أن ترجع الأمور إلى نصابها، أن مقاطعة سيدي بليوط خاصة تأخذ المكانة ديالها، لأن لا يعقل بأن مزيان ننمي مقاطعات أخرين، ولكن لا يمكن أن يكون ذلك على حساب مقاطعة سيدي بليوط. مقاطعة سيدي بليوط يجب أن تتطور، وكذلك المقاطعات الاخرين فهي كتبع في التطور ديالها. سي سعيد سبته، شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه الفاس برس، الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.